بحبها انا الغنيه كثير. بتحبني وشهقت بالبكي، بتحبني وشهقت بالبكي، وراسي على صدري تكي. بتحبني وشهقت بالبكي، وراسي على صدري تكي. قالت إذا بتحبني لا تروح، لا تغيب عني يا حبيب الروح. قالت إذا بتحبني لا تروح، لا تغيب عني يا حبيب، لا تترك بلادك أرض أجدادك. قلت لها يا أسان لبنان مش لبنان، ناس مات عم بتلوح بالوديان، وتلال شعلاني وجبال بتشتكي. بتحبني وشايف بالبكي. شكرا. ثانك يو. ندى، في حدا بيتصل فيك معجب او شيء بضله لاحقك بده يحكي لاحق مع باسكال؟ باسكال. لاحق بده يحكي مع باسكال؟ لا معجب فيها لإلها بخصوص ملحم. خلينا شو يعني عم ما بخبروني ما بخبروني عم بتشوش عم بتشوش تشيل الخبريه. في شخص من المعجبين باسكال بالخليج، وعلى فوق باسكال من الفنانات الوحيدين يلي بكون عندهم على عدد الثواني ميشا بالمكتب. الو، ايه مكتب باسكال مشعليني. ايه معجب. بدقيقه بصير تفكر وبصير بتطلع، انا بقول انا مش عم بستوعب شو عم بصير. عندها فانز مش طبيعيه، تواصل مستمر. هيدا الشخص من الخليج يا عمي باسكال تزوجت، ما يخالف ما عليه، تزوجت باسكال، ما في مجال. لا مصر مصر. صار عندها ولد. لا بحال عندها ولد، صار هلا اتزوج مره ثانيه. ما يخالف نتجوز الولد. شوي نتجوز العائله كلها. صار له اكثر من 10 سنين ملاحق باسكال وبتواصل معي. لا تواصلت له مع باسكال. باسكال عندك جمهور بالخليج كانه اكبر من جمهور بلبنان؟ لا لا هو ذاته لا. الجمهور بلبنان اللي حبني بنشفت لي ونور الشمس وقلبي، ذات الجمهور بمصر زيته، بالمغرب، بالجزائر، تونس الحبيبة كله. بس دايما اللي بيكونوا بعيد بيكون اللهفة أكتر لما بتروحي على مهرجانات وتصويرات وكذا. لا بلاقي كلهم، بس دايما عرفتي كيف انه برا ما بيشوفوكي دايما، ما بيتلاقوا فيكي دايما. فلا الكل موجه تحية لكل الدول العربية، وتجينا ايام حلوة ويعم السلام على كل الدول ان شاء الله. انت عملتي اغنية لمصر، هلا رجعتي باغنية اغنية لمصر. بعشق مصر، بعشق مصر، واغنية جزائرية كمان رح نسمعها، علما انه انت من الاوائل الفنانين اللبنانيات اللي غنوا للجزائر. مزبوط، من 10 سنين غنيت دنجين والفرقه صعيبه. كنت من هاللهجه اللي بحبها يعني، وعملت نبغيك اللي الحمد لله محقق نجاح كثير. هلا رح نسمعها. ريمون، بدي اسالك انه اللي بيعمل دعايه اكس اكس ال اللي بنشوفها على التلفزيون ونحن بنستحق له، كيف انت بتستحق؟ اما انا قالوا لي وقت اللي بتعمل هيك دعايه انه اي من تحت رايح على الاوضه، مرتك شو قالت لك؟ انا قالت لي قديش قبض عليها. اوكي خلص الاجر يعني. قد ايه قبضت على الدعايه؟ شو مرتي؟ اخذتهم يعني، اخذتهم والله ما بقي منهم شيء، صرفتهم كلهم. باسكال الفانز طبعا الموجودين معنا